السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصورة وإشارة مستفزة، بيب جورديلا يسخر من ريال مدريد. أتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة، شكرا للجميع. بيب جورديلا احتفل بشكل خاص للغاية بعبور ريال مدريد في صف نهائي دوري أبطال أوروبا. احتفل الإسباني بيب جورديلا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي مع دائرته المقربة بالفوز على ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023. مانشستر سيتي تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023 بعد اكتساح ريال مدريد في مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب الاتحاد مساء الأربعاء برباعية نظيفة، لينهي المواجهة بنتيجة 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة. وقام مينيل استيارتي إحدى أفراد جهاز بيب جورديلا وصديقه المقرب الذي لازمه طوال مسيرته ينشر صورة تضم جورديلا وعددا من المقربين منه عبر حسابه على تطبيق انستغرام للتواصل الاجتماعي. ويظهر جورديلا واستياريتي مع ضيوف آخرين في غرفة خاصة بملعب الاتحاد تضم شقيق بيب وموريسيو ميكري رئيس الأرجنتيني السابق وخلدون المبارك رئيس مانشستر سيتي. وظهرت المجموعة المقربة من جورديلا هذه الصورة وهم يرفعون أيديهم بأربعة أصابع في إشارة إلى نتيجة مباراة الإياب مع ريال مدريد. كما رأيتم بالصورة السابقة، هذه هي الصورة. تمام، ما رأيكم أنتم؟ أتمنى آراءكم وتعليقاتكم تحت هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.